السلام عليكم. شكرا بعد الهبه بريس هبه بري اللي جاوا زارونا وجاوا يديروا التغطيه لهذه العمليه ديال التضامن اللي هي قافله من شباب مكناس ومن المجتمع المدني المكناسي اللي بدينا الحمد لله ولله الحمد. هذه ماشي اول مره في هذه العمليات اللي تنقوموها في جميع الجائحات ولا في المناسبات تنقوموا بها. وتعازينا الحاره لضحايا زلزال الحوز، وشكرا للملك ديالنا. ومن بعد النداء ديال سيدنا نضجنا جنود ورائه، ومن هذا المنبر لان ماشي هو لايف ديالي خاص ديال هبه بقيس، تنوجه الكابرانات ديال الجزائر راه حنا ما واقفينش عليكم، انتم الا بغيتيو شي حاجه نزيدوها لكم. يا الا كان الشعب، حنا الشعب الجزائري اخوان ديالنا، ولكن الحكام ديالو الكراغيله الا ما قدوش براسهم حنا نصيفطو لهم. حنا ما واقفينش على الدعم ديالهم ديال المأكولات ولا الدعم المادي، غير الا كنا غادي يحولوها سياسيا ويبينوا على نقطة الضعف ديالنا. المغرب قوي بالشعب ديالو، بالتضامن ديال شعبه وولادو. حنا هذا التضامن ماشي عندنا وليد اليوم، حنا تنضامنوا مع جميع الدول في العالم، وفرنسا نيت وانا اقيم بها وعندي اوراقها تنقول لا، المغاربه ما تتلواش يديهم، ما تلوناش يدينا ولا يد المغرب. عندنا ملك ديالنا اللي الله ينصره، وعندنا جيش ديالنا والشعب ديالنا. كان حنا المغرب ما عمرو تيرفض شي حاجه وبالحكمه سيدنا، ولكن كون ما شافش فيها انكم باغيين تلويو لنا يدينا راه ما يقبل منكم كلش. ولهذا تنوجه التحيه ديالي للصحافه اللي هي تتواكب هذا الشيء، والوزاره والجيش الملكي واداره الدفاع الوطني والامن الوطني وقوات المساعده ووزاره الصحه والوقايه المدنيه والشعب المغربي قاطبه والى المجتمع المدني. شكرا لهبه بريس مره اخرى. السلام عليكم. بدءا ببدء، لابد لنا جميعا اليوم ان نترحم على ارواح ضحايا ديال الزلزال ديال 8 شوشنبير الذي اصاب بلادنا الحبيب. اولا نقدم احر التعازي واصدق المواساه لعائلة الضحايا، وكذلك للأب ديال المغاربة جميعا وهو جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه. استجابة لنداء الإخوان ديالنا اللي تعرضوا للضحايا ديال هذا الزلزال ديال 8 شوتنبير، كما معروف على المدينة، مدينة مكناس والعاصمة الإسماعيلية والناس ديالها والشباب ديالها والجمعويين ديالها والحقوقيين ديالها، دائما هذه المبادرات الخيرية رغم ما تعاني مدينة مكناس، ولكن دائما نكون نحن جزء لا يتجزأ من الدولة المغربية. فكما يعرف الجميع اننا الحمد لله في هذه المبادرات الخيريه، فهذه القافله التضامنيه اللي فتحوها مجموعه من الاخوان، مجموعه من الشباب، نحن جميعا اللي مازال مستمر عندنا الى غايه يوم الجمعه، وغادي تكون عندنا انطلاقه يوم السبت ان شاء الله تعالى للجهات المتضرره من هذا الزلزال. فمره اخرى نشكر هبه بريس على التغطيه الاعلاميه وجميع الصحافه اللي كتواكب هذه المبادره الخيريه. اللي بغيت نوضح هنا هما ان التبرعات اللي كنجمعوا هي تبرعات عينيه فقط، وهذا نداء من خلال المنبر الاعلامي ديال هبه بريس، ان كنقول للمغاربه بالنسبه لي ان كاين من يستغل هاد الظرفيات هادو. اللي بغيت نقول للمغاربه هو ان الدوله وسيدنا الله ينصرو داروا واحد الرقم اللي هو 126 اللي دارته الدوله اللي بغى يتبرع بالمساهمات الماديه. كاينه الدوله، كاين الكونت ديال الدوله اللي تساهموا فيه. التبرعات العينيه ماشي مشكل، اما التبرعات الماديه اللي جا عندكم قال لكم تنجمع التبرعات الماديه راه نصاب، باش نقولوها وحنا قلناها ولازلنا نقولها في هذه المساله. فهذه تبرعات عينيه كما تتشوفوا معنا، كاين الاخوه اللي عاونوا بالسكر، الحليب، الكواش، كل واحد في المواد الاساسيه، وكاين اللي عاون بالاواني المنزليه كل واحد. فتنشكروا مره اخرى الصحافه اللي كتواكبنا، وتنتمنى انها تواكبنا حتى في القافله ان شاء الله اللي غادي تنطلق عندنا. كنشكروا الجميع والله يجازي بخير المحسنين، لان الحمد لله اليوم كنطبقوا الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم بالحرف، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم وتآزرهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحماه. كان معكم حمزة الراس أحد الفاعلين الجمعويين والحقوقيين بمدينة مكناس، شكرا للمنبر هبة بريس على التغطية الإعلامية. السلام عليكم، معكم هادي القرمادي فاعل جمعوي بمدينة مكناس.
تاينا نديروا هذه المبادره في الاخوه ديالنا اللي مازالين احياء ومتضررين في الجهه الجنوبيه ديال اقليم الحوز. هاد الناس راه مازالين محتاجين بالاغطيه، مازالين محتاجين، انتم كتشوفوا الناس مازال كيتفاودوا تيتوافدوا علينا وكيعطيونا المساعدات، محتاجين بالاغطيه، محتاجين بسميتو بشي حاجه اللي هي ما تخسرش المواد ديال لا كويزين هي اللي خاصهم بحال البرارد السنيت راه هما محتاجين. اما بالنسبه للاكل راه عندنا موجود، وكنشكروا جميع كل من قام وكل واخا قرعه ديال الماء كنشكروهم من هذا المنبر ديال هيبا بريس، وكنطلب من جميع المغاربه فين ما كانوا باش يساهموا في هذه العمليه ويوصلوا للاخوه ديالهم اللي كاينين في هذه المناطق المتضرره، وكنطلبوا من السلطه انها تدخل مع الناس اللي عايشين في اعلى القمم اللي مازال ما وصلهم شيء. وشكرا بزاف لرجال الامن، شكرا لرجال الوقايه المدنيه، شكرا للسلطات عموما كاينه في المملكه، وشكرا الشكر الجزيل الاول لصاحب الجلاله الرجل الاول في المملكه وشكرا. السلام عليكم، انا جيت غير على الذكرى الثالثه لوفاه امي الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين. يعني وصلت الاربعاء، الخميس كان عندي الصدقه والجمعه وقع اللي وقع، فكان شيء يحزن القلب ويدمي الفؤاد الصراحه، ولكن لي يثلج الصدر. هذا قضاء الله، لا مرد لقضاء الله. اللهم انا نطلب، يعني لا نسال رد القضاء ولكن نسال لطفه فيه. اللي عجبني واللي برد لي صدري هو تلاحم المغاربه، يمكن ما احتاجين احد، تلاحم المغاربه، حب المغاربه البعض، الدم المغربي اللي كيجري في عروقنا. انا عندي 30 عام برا المغرب، اش يعني بواحد الغربه، ولكن الشيء اللي شفناه واحد تلاحم، واحد تعاضد بيننا، واحد تضامن. الله يجعل ربي ما يغيرش علينا ويجعل يعني اللي ماتوا شهداء ابرار في جنات النعيم، والمصابين ربي يشافيهم ويعافيهم، ودائما نكونوا يد واحده، دائما نكونوا. الله يجعل ربي يحفظنا ويحفظ مملكتنا ويحفظ مليكنا ويحفظ ولي عهدنا ويحفظ هذه البلاد اللي الكل حسدنا عليها. يعني كنقولها وانا غادي نحيد النظر باش تشوفوا هذا الوجه. أنا يعني انا قد كلمتي، انا عشت وجلت وشفت مغربنا حنا ديالنا، وحق الله العظيم لان كاينين شي ناس اللي غرب كيقولوا سكو كنا مغاربه. صاب هذا المصاب الجلل وعربنا على خالص مشاعرنا لهذه البلاد. الله يجعل ربي يحفظنا ونكونوا مع بعض ايد واحده باذن الله تعالى، والله يجعل ربي يبعد علينا كل شر وكل هم وكل حزن ويعلي راسنا بلادنا بملكنا بشعبنا بمغربيتنا بكل شيء. اكيد رشيد السلمي هضر عايا صاحب الجلاله بالمملكه المغربيه مقيم بديار المجر. اليوم بغيت نوصل واحد الرساله لفرنسا، لان كانت واحد النوع ديال المزايدات على نوع الاعانات، طلب الاعانه. المملكه المغربيه ولله الحمد بالشعب ديالها قاده انها تسد اي ثغره كما بغى يكون النوع ديالها. واليوم كنظن بان حتى الشعب المغربي عطى واحد الدرس في التكافل الاجتماعي، عطى واحد الدرس في التلاحم، عطى واحد الدرس في رد الاعتبار اللي ما يقع. يمكنناش نردوا الارواح، ما يمكنناش نعاودوا بناء المنازل، وين تنظن بان الحكامه ديال السده العاليه بالله وهاد لا سيلول دو كريز قادت دير هاد الامور اللي خدا. احنا اليوم بغينا نوصلوا ميساج باننا كنا جنود مجندين وراء صاحب الجلاله من اجل القيام بما لقد تقوم به دول عظمى، وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.